أحسن الله إليكم. يقول: أدركت الصلاة مع الإمام في الثالثة، فهل أقرأ فيها بأم الكتاب فقط هي والركعة الرابعة، أم ماذا علي، وماذا علي في الركعة الأولى والثانية؟ ما يدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته، يقرأ فيه الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر من القرآن إن أمكنه ذلك، وما يقضيه بعد سلام الإمام هو آخر صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم.